مساء الخير. النهاردة هنعمل مراجعة سريعة كده على المحددات الـ Determinants. قلنا الـ Determinants في Determinants من الدرجة الثانية وفي Determinants من الدرجة الثالثة. طيب اللي من الدرجة الثانية بيتكون من صفين وعمودين، واللي من الدرجة الثالثة بيتكون من ثلاث صفوف وثلاث أعمدة. وعرفنا إن المحدد اللي من الدرجة الثانية بيتحل إزاي، وعرفنا المحدد اللي من الدرجة الثالثة بيتحل إزاي. المحدد اللي من الدرجة الثالثة بيتحل عن طريق القطر الرئيسي ماينس القطر الثانوي، والمحدد اللي من الدرجه الثالثه بتتحل بطريقتين، يا بطريقه كرامر يا بطريقه سارس. طريقه كرامر اللي بنعمل موجب سالب وموجب، يما طريقه سارس الاقطار الموجبه ماينس الاقطار السالبه. تمام. قلنا كمان ان المحددات ليها ست خصائص. ايه هي الخصائص؟ اول حاجه الديترمينانس هذا فاليو ليها قيمه. تمام. والديترمينانت بتتحط ما بين تو بارال لاين، ما بين خطين. تمام. و the number of rows must equal the number of columns، عدد الصفوف بتاعتها تساوي عدد الأعمدة. يا إما هتبقى محدد من النوع 3 في 3 يا إما من 2 في 2، فهيكون شكلها إيه؟ مربع، عشان عدد الصفوف تساوي عدد الأعمدة. تمام. بعد كده خدنا إن لو خلينا rows columns، لو بدلنا الصفوف خليناها أعمدة، قيمة المحدد لا تتغير، يعني قيمة المحدد هيبقى زي ما هو. تمام. طيب لو عندنا rows أور كولومز، لو عندنا صف أو عمود قيمته أصفار، فقيمة المحدد في الآخر هتطلع بتساوي زيرو. تمام. طيب لو عندنا محدد في تناسب أكوردنس أو سويتابل ما بين صفين يا إما عمودين، لو عندي أي صفين أو أي عمودين، تمام، صفين أو عمودين بينهم تناسب، يعني مثلا كان التناسب ده تلت، تمام، بس ما بين كل عنصر، قيمة المحدد بتساوي زيرو. تمام. طيب لو افرض المحدد كانت في صفين يساوي بعض، يعني هنا خمسة هنا خمسة هنا اربعة مثلا، هنا اربعة هنا تلاتة هنا تلاتة، تمام، فده برضو قيمة المحدد بتساوي ايه؟ اتنين مثلا، تلاتة واحد، قيمة المحدد برضو بتساوي ايه؟ زيرو. تمام. طيب دي خصائص. بعد ما خدنا خصائص المحددات، ودي بيجي عليها طبعا اسئلة يا اما true or false او choice، بيجي بعد كده ازاي بنستخدم المحددات دي في حل المعادلة. يعني ايه حل المعادلة؟ في معادلة بيديك فيها مجاهيل x y او z، تمام، واحنا المفروض نطلع المجاهيل دي باستخدام المحددات. اول حاجة اول ما نشوف المعادلات، سواء كانت معادلة فيها x y او معادلة فيها x y وz، اول حاجة برتب المعادلة، ده قبل اي حاجة. بعد ما ارتب المعادلة، لو كانت فيها x y يبقى معادلتين هستخدم محدد من الدرجة الثانية. طب لو كانت فيها x y وz، معنى كده ان هيكونوا ثلاث معادلات، فهستخدم محدد من الدرجة الثالثة. وحل المحدد عادي خالص، بجيب اول حاجة دلتا، وبعدين دلتا x، وبعدين دلتا y، وبعدين دلتا z، واقول x بتساوي دلتا x على دلتا، y بتساوي دلتا y على دلتا، ودلتا وz بتساوي دلتا z على دلتا، ودول برضو بيسأل فيهم في الاختيار. تمام. طيب دلوقتي هناخد كده كام سؤال فيهم افكار، نحاول نشغل دماغنا ونحلهم مع بعض. اول حاجة true or false، واحد the determinant has many forms بعدين السؤال رقم اثنين A B C D هتساوي ال A C B D، صح ولا غلط؟ السؤال الثالث بيقول أربعة سالب ستة، اثنين سالب ثلاثة تسعة، اثنين ستة سالب ثمانتاشر أربعة هتساوي سالب هتساوي قصدي زيرو، because there are accordance between the second and third. بعدين السؤال رقم أربعة مديني محدد
اكس 6 14 اكس بتساوي سالب 3 اكس هتساوي كام؟ والسؤال رقم 5 بتيجي محدد 1 2 4 سالب 1 0 3 اكس 0 2 بيقول لي بيتساوي 16 اكس هتساوي كام؟ تمام؟ دول كده 5 اسئله المفروض نجاوب ونطلع هنا دول الثلاث اسئله دول صح وغلط تمام؟ والسؤال الرابع والخامس عاوز يوجد قيمه اكس تمام؟ يا ريت كله يحل تمام؟ ولو في اي حاجه مش فاهمينها اكتبوا لي في الكومنت وارد عليكم. شكرا جدا اشوفكم.